راح ناخذ مثال بسيط اللي هو واي تربيع يساوي 4 اكس. هذا قطع مكافئ. يقول جد عناصر القطع المكافئ. شنو عناصر القطع المكافئ؟ اولا احداثيات بؤرة، اثنين الرأس، ثلاثة الدليل، وللإضافة نخلي محور التناظر. يعني انت عندك 4 اشياء لازم تطلعها بالقطع. طبعا اول شيء انت تطلع احداثيات الرأس، ثاني شيء تطلع البؤرة، ثالثا تطلع معادلة الدليل، أربعة إذا طلب من عندك بالسؤال تكتب له محور التناظر. هنا فوق هذا يريد الرسم، شلون نسوي الجراف مال القطع. طبعا أنت أول ما تشوف واي تربيع، أول ما تشوف واي تربيع تكتب المحور البؤري أفقي. إذا شفت إكس تربيع تقول المحور البؤري عمودي. صفة القطع لو عندك واي تربيع لو عندك اكس تربيع، يعني واحدة من هذين، لو عندك بيها واي تربيع لو عندك اكس تربيع، ما عندك اكس تربيع وواي تربيع بنفس المعادلة. فإذا عندك واي تربيع تلقى الاكس درجة أولى، وإذا عندك اكس تربيع تلقى الواي درجة أولى. أول شيء خلينا نسويه على شكل قوس، راح أقول أني هنا واي ناقص صفر الكل تربيع هو 4 اكس ناقص صفر. راح أقارنها بالمعادلة مالتها الأساسية، المعادلة الأصلية مالتها اللي هي y ناقص k الكل تربيع يساوي 4 p x ناقص h. هاي المعادلة أنت لازم تحفظها، هاي المعادلة لازم أنت حافظها حتى إذا شفت y تربيع تقارنها، تجيب أم ال y ناقص k الكل تربيع يساوي 4 p x ناقص h، وإذا شفت بيها اكس تربيع تجيب القياسيه مال اللي بيها اكس ناقص اتش الكل تربيع يساوي 4 بي واي ناقص كي. هسه تعال قارن هنا بالمقارنه، راح تقول بالمقارنه. بالمقارنه شلون يعني؟ هذا واي يعني واي. هنا الكي يساوي صفر، اذا راسا هنا الكي يساوي صفر. تعال شوفوا الاتش هم صفر. إذا الـ V الـ Vertex يعني الرأس هو HK يعني صفر صفر. هسا أول شيء إحنا طلعنا الرأس مال القطع. هسا راح نجي شو نسوي؟ نقول هاي الأربعة P لو أقارنها بالضبط بالضبط ويا اللي فوقها يساوي 4. إذا أنا إيش راح أكتب هنا؟ راح أكتب 4 P يساوي 4، احتمال هاي 20 30، أنت تكتب 4 P يساوي هذا المقدار، إذا موجب وإذا سالب. هسه راح تكتب بي هو 4 على 4 يعني يساوي 1. البي يساوي 1 اكبر من الصفر، يعني البي مالتك موجبه. اذا اتجاه القطع، اتجاه القطع هالشكل. اذا القطع وين فاتح عندي؟ الى اليمين. طبعا انت راح تجي هالشكل، فرسم بسيط جدا تخطيطي. الراس عندك 0 0، هذا اتش وهذا كي. البي عندك ايش قد البي عندك؟ واحد. تمشي واحد، تمشي واحد، هذا واحد. راح شو يصير؟ راح يصير عندي واحد وصفر، اذا هاي البؤره. ترجع لي ورا، هذا محور الاحداثيات مالتك، ارجع لي ورا بقد الواحد لانه هذه ناقص بي. هنا شو يصير؟ يصير عندك الدليل. هذا صار عندك معادله الدليل. هنا شو تقول؟ تقول x يساوي h ناقص p. احنا عندنا البؤرة هنا h زائد p فارزة k. البؤرة هذه h زائد p فارزة k. الدليل x يساوي h ناقص p. اوكي. هسه راح نجي، قلنا ال p هو موجب، هذه هيك للتوضيح. نجي هسه شلون نطلع البؤرة وفق القانون مو بالرسم. احنا هسه رسمنا رسم بسيط جدا وطلعنا البؤره وطلعنا الدليل. يقول احداثيات البؤره، احداثيات البؤره اذا كان المحور افقي هو h زائد p فارزه k. هاي القوانين يقدر الطالب يحفظها حسب اتجاه الفتحة. إذا الفتحة لليمين أنت تقول
أنا راح أضيف على الـH P، يعني تضيف على الأحداث الأول P حتى يتحرك يمين ويسار. إذا فوق وجوه، يعني فاتح لي فوق القطع أو لي جوه، الشغل يصير عندك على الـK. هنا تقول K زائد P، الدليل تقول K ناقص P. على كل حال هسه هنا راح نجي نكتب البؤرة. أنت الـH عندك، الـH إحنا نعرفها، الـH هي صفر، راح أكتب صفر زائد البي هي واحد فارزة. الكي أنا عندي هذا H وهذه كي، الكي أنا عندي صفر. إذن البؤرة صارت عندي واحد وصفر. هسا أنا اللي طلعته شنو؟ طلعنا الرأس اللي هو صفر صفر، وطلعنا البي حتى نعرف اتجاه الفتحة لليمين أو إلى اليسار. هسا عرفنا اتجاه الفتحة إلى اليمين لأنه هو المحور البؤري أفقي. طلعنا احداثيات البؤره، هاي البؤره. هسه نجي معادله الدليل. معادله الدليل، انت المحور البؤري مالتك افقي، اذا الدليل يقول اكس يساوي اتش ناقص بي. اذا اكس يساوي الاتش انت عندك صفر والبي واحد، اذا راح يصير اكس يساوي سالب واحد. هسه هذه معادله الدليل، اكس يساوي سالب واحد، البؤره عندك واحد وصفر، وعندك البي أكبر من الصفر، وعرفنا المحور البؤري أفقي. هسه نجي إذا طلب مني، يعني هو يطلب مني شنو محور التناظر؟ محور التناظر طالما المحور البؤري أفقي راح شو تقول؟ تقول واي يساوي كي، يعني واي يساوي صفر. هسه راح أرسم لك القطع، راح أرسم لك القطع وشوف شلون المحور البؤري يكون أفقي وشون نعرف محور التناظر من الرسم. عملية الرسم، أول شيء تنزل لي بالجدول، أنت تنزل لي أحداثيات الرؤوس اللي هي صفر صفر، هذا أحداثيات الرأس، هذا نقطة الأصل. ثاني شيء نزل لي أحداثيات البؤرة. البؤرة ايش قد عندنا؟ واحد وصفر. هذه أحداثيات البؤرة، هذه واحد فارزة صفر. ثانياً ثالثاً ارسم لي معادلة الدليل. الدليل x يساوي سالب واحد، هذا سالب واحد، ونرسم إنه مستقيم عمودي هالشكل منقط حتى أقول عليه x يساوي سالب واحد، هاي معادلة الدليل. هسه بقى المنحني مال القطع، المنحني مال القطع شلون أرسمه؟ شوف لي الاكس ايش قد عندك بالبؤرة؟ عندك الاكس واحد، روح عوض لي دائما اذا الاتجاه الفتحة الى اليمين او الى اليسار، تعوض لي بالاكس مال البؤرة، بالاكس مال البؤرة. ايش قد الاكس مال البؤرة؟ واحد، روح عوض لي واحد. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا واي تربيع يساوي اربعة، لانه اربعة في واحد اربعة، اذا الواي يساوي موجب سالب اثنين. إذن إذا واحد عندي موجب اثنين، وإذا واحد يعطيني سالب اثنين. هاي الثلاث قيم كلش كافية حتى ترسم لنا القطع. أنت عندك الإكس واحد، الواي اثنين، واحد اثنين تصعد هنا نقطة، وهنا عندك واحد تنزل اثنين، عندك نقطة لوخ، هذا كلش كافي للقطع. هذا الكيرف هالشكل وهذا الكيرف هالشكل. إذن هنا رسمنا القطع، قلنا المكونات مال قطع بؤرة احنا مطلعيها، احداثيات رأس عندنا، وعندنا معادلة الدليل اللي اكس يساوي ناقص واحد. ايه هذا ده شوفوه، هذا يسموه محور التناظر، يعني الجزء اللي فوق، الرسم اللي فوق موجود بالضبط مقلوبة معكوسة، يعني بالعكس صاير الرسم الفوق عكس الرسم الجوه. هذا يسموه محور التناظر. إذا راح شو نقول؟ نقول واي يساوي كي، واي يساوي كي، وأنت عندك الكي صفر، إذا شو تقول محور التناظر؟ واي يساوي صفر. هسه راح ناخذ قطع آخر، محور التناظر مالته عمودي، وتقريبا نفس هذا السؤال حتى أنا أبدي وياكم بالمسائل السهلة، وبعدين شوية شوية نحل المسائل البقية.